في الاول الف مبروك على كامل العدد، حققت نجاح كبير في تعتبر اول بطوله ليك. كمان اتكلمنا في الاول، كنت متوقع النجاح الكبير ده؟ بس مش للدرجه يعني. انا كنت متوقع ان شاء الله كلنا تعبنا، وانا كنت شايف التعب ده كل الناس، كلنا اسره واحده، فطبيعي الحاجه هتنجح يعني. لما انت تبقى شايف الطاقه دي خارجه طبيعي الحاجه هتنجح، بس انا ما كنتش متخيل ان هو ينجح قوي بالسرعه دي، فاهم؟ كواليس كانت عامله زي ما استاذ شريف سلامه واستاذ دينا الشربينه، كانت حلوه قوي بجد، مش قادر احكي لك يعني. الناس دي بجد جميله، واللي فاضل كبير علي عمري ما هنساه، وانا بحبهم قوي. استاذ خالد، استاذ عمرو فاروق، استاذ شريف سلامه، استاذ دينا الشربيني، استاذ سعد يونس، كل حد من اكبر حد لاصغر حد، كل الناس دي انا بحبهم وهيفضلوا عيلتي طول العمر يعني. مش عارف اقول لك، هيفضلوا عيلتي على طول، وهفضل اكلمهم ونفضل نتكلم ان شاء الله يعني. ممكن تقول لنا على نصيحه قالها لك الاستاذ شريف سلامه اثناء في العمل وانتوا بتصوروا؟ استاذ شريف سلامه كان دايما بيقول لي مثلا لو انت عايز تطور وكده، ممكن تبدا تتفرج على ممثل من بداياته وتشوف يعني تشوف افلامه، بس مش عشوائيه، تشوفها بالترتيب من اول فيلم بدا فيه لغايه اخر فيلم، عشان تشوف هو كان بيتطور ازاي وكده. ودي نصيحه يعني كبيره قوي يعني للي يفهم. واستاذه دينا الشربيني كانت دايما بتقول لي يعني انت خلاص انت ما نجحتش يعني ما توقفش، يعني انت نجحت الحمد لله، افرح بنجاحك بس ما توقفش، لسه في تاني، لسه في اكتر، واشتغل على نفسك وخليك بنفس الحب للحاجه اللي انت بتعملها وبنفس الشغف، وهتبقى حاجه كبيره ان شاء الله. ودايما كانت يعني بتطمني لو انا اتخبطت او كده عادي يعني، فاهم؟ شفناك ترند سوشيال ميديا وترند تيك توك وكل المنصات. بقى دي بتاعت ربنا بقى الحمد لله. كان بيجي لك شويه فلرتات على الانستجرام، فايه اغرب مسج جات لك؟ معرفش والله، انا بتكسف بصراحه، بس دي حاجه بتاعت ربنا. ويعني حد عرض عليك الجواز وكده؟ كتير يعني، بس ما بحبش اقول كده يعني، بس انا بتكسف بصراحه. مين مثلك الاعلى في التمثيل؟ كتير كتير قوي، بس انا بحب بتفرج على بره، بحب تيموثي شالامي، عشان هو في نفس يعني، هو مش نفس سني، هو اكبر سنة، بس اصغر حد ترشح للاوسكارز وكده، فبالنسبه لي قدوه يعني. وجيك جيلن هول بحبه قوي، من اكتر الناس الاندر ريتد قوي في هوليوود يعني وكده، من اكتر الناس اللي بحبها. رويد ده اندر ريتد بجد، بحب اتفرج عليه قوي. هما دول. شايفينك النهارده في فيلم ساعه اجابه، في توقعاتك ايه اللي عمل الاستاذ شريف سلامه موجود؟ انا جاي اتفرج علشانه وعلشان الدي او بي استاذ عمرو فاروق، وبجد الفيلم شكله هيبقى حلو. انا كنت عايز اخش وفجاه جالي انفيتيشن، ف يلا انا كنت عايز اخش كده كده. ايه اللي جاي ان شاء الله؟ معرفش. شكرا. بدري يعني. شكرا. نورتي في 24. نعم، شكرا جدا.